كان الميجالودون أكبر سمك قرش عاش على وجه كوكبنا. ليس هذا فقط، كان من أكبر الأسماك وأشرسها في التاريخ. كان يعرف بطوله الذي وصل إلى 21 متراً، أي أطول بثلاث مرات من القرش الأبيض العظيم. كانت الإناث ضعف حجم الذكور، وأمكن للميجالودون ابتلاع سيارة صغيرة دون أن تلمس أسنانه حتى. هذا إن كانت السيارات موجودة في عصره. كان قد وصل طول أسنانه إلى 18 سنتيمتر. يبدو أننا سنحتاج إلى قوارب أكبر، ومن الأفضل أن تكون مغطاة بالفولاذ، بما أن سمك القرش هذا قادر بسهولة على خرق السفن. أمكن لهذا الوحش عض سفينة وشطرها إلى نصفين، فقد تمتع بأقوى عضة بين جميع الحيوانات الحية منها والمنقرضة، إذ وصلت قوة عضته الوحشية إلى 20 طناً، أي أقوى بحوالي 108,000 مرة من عضة الإنسان، وعشر مرات من عضة التمساح. فكه قوي جداً لدرجة أن عضة تيريكس بالنسبة له مثل عضة جدتي بعد نزعها لطقم أسنانها. الواقع أن الميجالودون قوي وضخم جداً لدرجة أنه احتل المركز الأول في السلسلة الغذائية. كان ملك جميع البحار، وجاب المحيطات حراً طليقاً دون منازع. عثر على أثار هذا المخلوق الرهيب في كل بقاع العالم، من أمريكا إلى أوروبا وأستراليا واليابان، لكنها لم تكن بلاداً معروفة في تلك الحقبة من الزمن. عثرنا على أحفوريات الميجالودون في جميع القارات ما عدا أنتاركتيكا. لماذا ينسى الجميع أنتاركتيكا؟ عموماً، تفيد الأبحاث العلمية أن الميجالودون انقرض قبل أكثر من 3.6 مليون سنة، لكن هل يعقل بأنه لا يزال حياً يرزق في أعمق نقاط المحيط؟ لم نستكشف سوى 80% من المحيط، ويصل عمق أخفض نقطة على الإطلاق، أي خندق ماريانا، إلى 11 كيلومتر، لذا من يدري ما المخلوقات التي تعيش هناك؟ إن نجحت في النزول إلى ذلك العمق، من غير المرجح أنك ستلتقي بالميجالودون. أسماك القرش مثلنا تفضل المياه الساحلية الدافئة، والعيش في أعماق المحيط قد يكون بارداً على هذه الوحوش، ولن تجد هناك الكثير من الغذاء. ربما تطورت أجسامها حتى لا تنسحق تحت المستويات العالية من الضغط المائي في الأسفل، لكن من غير المرجح أنها لا تزال على قيد الحياة، مع أنه ليس مستحيلاً. النبأ السار أنك إذا صدف والتقيت به فلن يفكر في التهامك حتى. أنت صغير جداً على أن تصبح وجبة للميجالودون، حتى إن كنت برفقة بضعة أصدقاء. يتناول هذا المخلوق الحيتان التي يتجاوز حجمها 15 متراً. أما إن كنت تقيم حفلاً على الشاطئ فهذه قصة مختلفة. في شاطئ يعج بالمصطافين قد يكون لدينا سبب لنخاف من هجماته، فهو قادر بسهولة على سحب العديد من الأشخاص إلى فمه العملاق وابتلاعهم دون مضغ. لكن مهلاً، لنعد قليلاً إلى الوراء. كيف يعقل أن يتغلب سمك القرش هذا على حوت بحجم 15 متراً؟ أولاً، عض زعانفة فجعل الحوت غير قادر على السباحة بعيداً، ومن ثم مضغه القطعة تلو الأخرى. وبسبب حجمه الهائل تناول أكثر من طن من الطعام يومياً ليبقى على قيد الحياة، مثلي تماماً. كل ذلك الطعام جعل الميجالودون ثقيلاً جداً، تفاوت وزنه بين 50 إلى أكثر من 100 طن. للمقارنة، هذا أشبه ب 7 إلى 16 فيلاً أفريقياً بالغاً. لكي يتسع فكاه لكل هذا الطعام ينبغي أن يفتحهما بالكامل. يمكن أن يصل قطر فكي الميجالودون إلى 3 أمتار، وهذا أوسع مما يلزم لابتلاع شخصين بالغين واقفين الواحد بجانب الآخر. يأتي اسم الميجالودون من كلمتين إغريقيتين، ميجاز وتعني كبير، وأودونت التي تعني سن، لذا فإن اسمه في الحقيقة يعني السن الكبير، ومن الواضح أنه وفي لاسمه تماماً. إذا أن السن الواحد بحجم رأس الإنسان، امتلك 276 سناً في المجمل، مصطفة في 5 صفوف مخيفة. في كل تاريخ الأرض لم تحظى إلا بعض النمور سيفية الأنياب وديناصور تيريكس بأسنان كبيرة لهذا الحد. حسناً، هذه مباراة أود مشاهدتها بلا شك. انقرض الميجالودون قبل ملايين السنين، وترك أسناناً عملاقة ليعثر عليها علماء الآثار المعاصرون. اختفى ولم يخلف وراءه سوى بضع البقايا. يعتقد العلماء أنه مع الوقت انخفض منسوب مياه البحر وتدنت درجة حرارة المحيط بشكل سريع،
اختفت أكثر من ثلث المخلوقات البحرية حينما بردت المحيطات وتضاءل عدد الحيوانات في أسفل القائمة الغذائية بشكل مهول، وكان لذلك تأثير كارثي على الحيوانات المفترسة في أعلى السلسلة. آسف يا رفاق، صارت المحيطات أبرد بكثير مما أمكن لأسماك القرش المحبة للشمس تحمله، الأمر الذي صعب عليها التكاثر بما أنها تنجب صغارها في المياه الدافئة. يوصف الميغالودون بأنه نوع من سمك القرش الأبيض العظيم، لكن هذه مجرد خرافة شائعة. الواقع أن أسلاف القرش الأبيض العظيم تواجدوا في العصر ذاته كالميغالودون، لكنهم لم يكونوا من أعز أصدقائه، وكانوا حتى في منافسة دائمة معه. كان القرش الأبيض العظيم صياداً أمهر، استفاد من حجمه الصغير ورشاقته للانقضاض على فرائس الميغالودون بسرعة أكبر. عرف أيضاً بتناوله لصغار الميغالودون الذين كانوا بنصف حجمه تقريباً. حتى صغاره كانوا من العمالقة وولدوا بطول المترين تقريباً. بينما لم يكن الأبيض العظيم منافساً قوياً للميغالودون البالغ في مباراة وجهاً لوجه، إلا أنه لم يخشى سرقة غذائه. لم يترك سوى الأسماك الكبيرة والحيتان للميغالودون، لكن سرعان ما نفدت الموارد الغذائية، خصوصاً أن الحيتان هاجرت إلى البحار الجديدة والباردة. تأقلمت الحيتان وأصبحت تفضل درجات الحرارة الباردة، وتركت صديقاً الميغالودون دون طعام. إما أن الميغالودون مات من الجوع، أو أنه تجمد من البرد وانقرض في العصر الجليدي. كان الميغالودون شبيهاً بسمك قرش الثور أكثر من الأبيض العظيم، لذا كان منخاره أقصر وفكه السفلي مسطحاً وزعانفه البطنية عملاقة لدعم حجمه ووزنه الهائلين. رغم أنها مخلوقات مخيفة ومروعة، إلا أن أسماك القرش هذه كانت ترعى صغارها دون هوادة. اكتشفت عديد الأماكن المخصصة للاعتناء بالرضع في فلوريدا وميريلاند وبنما. أنجبت الإناث صغارها في المياه الضحلة، وعرفنا ذلك بعد اكتشافنا لعديد من أسنان الميغالودون الصغيرة في تلك المناطق. أتساءل عما إذا كانت هناك جليسات أطفال أيضاً، لكن كيف يعقل أن نجد الكثير من أسنان الميغالودون؟ هذا نظراً لعاداتها الغذائية العشوائية والعدوانية، إذ فقدت أسماك القرش هذه أسنانها طوال الوقت. فقدت مجموعة من الأسنان كل أسبوع أو أسبوعين، أي 40,000 سن خلال حياتها. من المؤكد أنها كسبت ثروة هائلة من جنية الأسنان، وبسبب ذلك كانت أسنانها تهبط بلا انقطاع في قاع المحيط. لحسن حظنا كانت أمتن الأجزاء في الهيكل العظمي للميغالودون، لهذا السبب نجت الأسنان وأصبحت من الأحفوريات. ومما لا شك فيه أن أول الاكتشافات من أسنان الميغالودون أربكت البشر. اعتقد الباحثون في بادئ الأمر أن أسنان الميغالودون ألسنة مرعبة لمخلوقات قديمة شبيهة بالثعابين، حتى أنهم أطلقوا عليها لقب الألسنة الصخرية. تفيد خرافة شائعة بأن الميغالودون عاش في عصر الديناصورات، رغم أن ذلك كان سيكون أمراً رائعاً بحق. انقرضت الديناصورات قبل 66 مليون سنة، وظهر الميغالودون في وقت لاحق. تعود أقدم أحفوريات الميغالودون إلى حوالي 23 مليون سنة مضت، لكن من الصعب تحديد التاريخ بدقة. الروزنامة لم تكن حاضرة في تلك الحقبة من الزمن. انقرضت قروش الميغالودون قبل ظهور البشر بزمن طويل. أول البشر المعاصرين هو فصيلة الإنسان العاقل، ظهرت قبل 2.5 مليون سنة. لكن ماذا لو لم ينقرض الميغالودون؟ انخفضت أعداد الحيتان بشكل مهول في الزمن الذي عاشت فيه هذه المخلوقات، لذا سيكون لديها عدد أقل بكثير من الحيتان لتتغذى عليها. سرعان ما أصبحت الحيتان أذكى بكثير وتعلمت فنونا دفاعية جديدة، مما صعب التغلب عليها. يقدر بأن أسماك القرش هذه تناولت حوالي 12 طنا من الطعام كل يوم. إن ظلت على قيد الحياة وتناولت هذا الكم الهائل من الطعام، ستجبر على أكل الأسماك الصغيرة في مرحلة ما، ولن يتبقى ما يكفي من الأسماك الكبيرة لنا نحن البشر لنظل على قيد الحياة. سيكون الميغالودون المشاكس قادراً على تتبع قوارب الصيد وسرقة الأسماك التي عملنا جاهدين على صيدها، وبالتالي ستخلو رفوف سوبر ماركت من الأسماك ولن نراها كثيراً. بينما تزداد درجات حرارة المحيطات مجدداً، ستتمكن أسماك القرش هذه من التكاثر بشكل أسرع من أي وقت مضى. ستزداد أعدادها وتتضاءل بالتالي أعداد الأسماك الأخرى التي اعتدنا صيدها. قد يتسبب ذلك أيضاً في مشاكل هائلة لسفن الشحن وبواخر الرحلات السياحية.
تخيل لقاء أحد هذه الوحوش بينما تتشمس على سطح السفينة. حتى المصطفين على الشواطئ لن يسلموا من شرها. إناث الميجالودون تنجب صغارها في المياه الضحلة، لذا ستتحول العديد من شواطئنا المفضلة إلى أرض لرعاية رضع أسماك القرش. مهلا، كيف سارت مباراة الكرة الطائرة تلك على الشاطئ؟ لقد كانوا يلعبون قبل لحظات.